في إطار التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدائم بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء العرب في كافة الظروف، تفقد وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستشفى العريش العام ومعبر رفح البري. كما أطلقت الشركة المتحدة قافلة إغاثية لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. مجهودات لا تتوقف من الشعب المصري ومؤسساته للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم. فتحركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية ومؤسسة حياة كريمة لزيارة معبر رفح ومستشفى العريش العام. الشركة المتحدة موجودة في كل القضايا الإقليمية والعربية، ودول إخواتنا ولازم نتواجد هنا، ده أمر واجب علينا ومش حاجة تفضلية، لا ده أمر واجب علينا، ودول أهلنا وربنا يحرسهم وربنا ينجدهم مما هم فيه يا رب. مجهود كبير جدا 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 قايمة بيه وزارة الدفاع، مجهود كبير جدا قايمة بيه وزارة الصحة، الدكاترة هنا يعني على أعلى مستوى، في روح طيبة جدا جدا، الناس حاسة بالأمان، حاسة إن هي في وسط أهلها، ودي حقيقة. إحنا كلنا أهل، ويعني تحية خاصة يعني للقيادة السياسية اللي بصراحة عملت المنظومة الكبيرة دي. احنا هنفضل دايما مصر بقيادتها السياسية وبجيشها وبشعبها واقفين مع بعض عربيا، وهنفضل ان شاء الله ايد واحدة، وان شاء الله ربنا يسهل وتخلص القضية دي على خير ويرجعوا بلدهم ويبقى في الاخاء المستمر بيننا وبينهم. فالحقيقه انا مبهور باللي المستشفى عاملاه كمان هنا، رعايه فوق الوصف، الدكاتره اكتر من ممتازين، الناس حاسه بالامان، حاسه بالرعايه. الرساله ان احنا بندعم اخواتنا الفلسطينيين وواقفين جنبهم، واحنا شرفنا انه نشيلهم على راسنا في كل مستشفياتنا في مصر، ويا رب يعني الامور تهدى وتبقى، ويعني احنا مش عارفين غير بس ان احنا ندعمهم، نقف جنبهم، نروح النهارده كمان نساعد في نوصل صوتنا لادخال المساعدات، ودي يعني ابسط حاجه نقدمها لاخواتنا الفلسطينيين. احنا من بدايه الازمه الشعب الاقرب الى الشعب الفلسطيني وأكثر مساعدات 4 أضعاف العالم 3 أضعاف العالم هي مصر. فشبابنا اللي نايم على المعبر من يوم 8 في الشهر بقوافل المساعدات، ومن يوم 9 في الشهر، ما هي أصل المواقف بتاعت الرجالة والرجولة بتبان، وهي مش بالبق كويس. فإحنا لما تقول لي في المستشفى بس، لا أنا آسف، ده احنا سعينا ومصر قعدت 2 3 أسابيع لغايه لما قدرت تقنع العالم بالضغط على اسرائيل لاخراج المصابين، واديك شوف المصابين النهارده عاملين ازاي والحالات عامله ازاي، ودي ماساه، ما بالك باللي جوه، ما بالك باللي احنا ما لحقناهوش. حقيقي الواحد من ناحيه فخور بانه فعلا مصري، علشان اقدر اشوف الدور بتاع بلدي بيتقدم قد ايه كتفا بكتف مع اهالينا الفلسطينيين. والحقيقة يعني هحاول اختار قدر الامكان مصطلحات مخففة، اعتقد انه احنا كلنا كعرب واي حد عروبي او قومي مهما كانت جنسيته، احنا لازم نلعب دور اهم من كده، كلنا اكبر من ده، اكثر ضغطا من ده، اكثر حسما من ده، اكثر حزما من ده. مش معقول مصر تقريبا لوحدها هي اللي واقفة، يعني مش معقول، لازم الموقف العربي ما يبقاش بس مواقف الشجب والتنديد، لازم نضغط وبقوة جدا بأقصى ما أوتينا من قوة. وتمثلت هذه المشاركة بزيارة رموز ووجوه إعلامية للأشقاء المصابين وتقديم رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيتهم، بالإضافة لتطوع عدد كبير من الأطباء من مختلف محافظات الجمهورية للوقوف بجانب المصابين. إصابات عنيفة جدا، كسور معقدة جدا، كسور عظام، كسور في العمود الفقري، إصابات رأس معقدة جدا،
يعني بصراحة يعني الناس دي تعرضت لعنف شديد، يعني عنف أنا ما صادفش. حتى أنا كنت جيت 2014 برضو في ضرب غزة و2008، بس بهذه البشاعة الإصابات أنا ما لأول مرة أشوفها بالعنف دي. حالات الحرق دي ما هيش مجرد حروق بسيطة سطحية، لأن حالات الحرق دي تقريبا حرق من قنابل محرمة. يعني أنا شايف حرق فسفوري. مهما وقفنا احنا برضو مش قادرين ان احنا نعبر عن الجوانا، مش قادرين نعبر عن الاحساس الداخلي اللي جوانا بالعجز. برضو مهما كان احنا كده كده مرابطين هنا مساعدين لاخواتنا، شفقاء على اللي بيحصل لهم، بس بغض النظر برضو ده مش كفاية ليهم. ما نقدرش، مش قادرين ان احنا نعملهم اكتر من كده. قلوبنا معاهم، دعواتنا معاهم، ربنا معاهم، ربنا ينصرهم، امين يا رب. احنا بنشاركهم معنويا وواقفين مع اهلنا هنا لحد ما الدنيا تفتح من اول وجديد وتبقى احسن من اول وجديد. بقى لنا هنا على مدار اكتر من شهر ونص واحنا واقفين معاهم وتكاتفين معاهم، ومفيش حاجه هتمنعنا ان احنا نقف مع اهلنا في فلسطين، وان شاء الله باذن الله كل حاجه تقف وترجع احسن من الاول، وربنا يرحم كل الشهداء ويشفي المصابين ان شاء الله. ياتي ذلك بعد وصول 6 شاحنات محمله ب 150 طنا من المستلزمات الطبيه والمياه مقدمه من الشركه المتحده، و15 شاحنه اخرى من حياه كريمه محمله ب 450 طنا، فضلا عن استمرار توافد شاحنات التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنميه. مشاركه هي وليست دعما واجب اتخذته مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري على عاتقها للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين، إما عن طريق المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية أو الزيارات للمستشفيات أو حتى بوابة معبر رفح المصرية، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية مصرية فلسطينية.